مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية في النور. الحقيقة أنه ملف السياحة من الملفات المهمة جدا. السياحة في وقت من الأوقات كانت المصدر الرئيسي للدخل القومي، لكن طبعا مع يعني الموجة الخاصة بالثورات الفترة اللي فاتت تراجعت السياحة بشكل كبير، بعض الأحداث الإرهابية اللي حصلت وما إلى ذلك. يعني في الحقيقة احنا محتاجين أننا نهتم بهذا الملف، ملف السياحة، لأنه إذا قدرنا أننا نضع مصر في مصاف الدول السياحية الأولى زي كتير من الدول المحيطة بينا اللي يمكن ما عندهاش ربع الإمكانيات السياحية اللي عندنا، أعتقد أنها هيفرق كتير جدا معانا وهيفرق في الدخل القومي المصري. كتير من المحافل والمهرجانات يمكن بتقام في مصر، بتقام في القاهرة، لكن لا يروج لها بالشكل الكافي. إزاي نقدر أننا نستغل الأحداث دي؟ إزاي نقدر أننا نستغل مشاركتنا كمان في أحداث دولية للترويج لمصر خارجيا، يمكن زي ما حصل الأسبوع اللي فات واشتركنا في مبادرة خليك مع مصر، كان تعاون ما بين وزارة السياحة ووزارة الاستثمار والتعاقد مع الفيفا علشان ان يعني نروج لمصر في مونديال روسيا 2018، ويمكن نجحنا في ده بشكل كبير. وزي ما قلت في البداية يمكن دي الحاجة الإيجابية اللي يمكن خرجنا بيها من هذا المونديال. النهاردة بقى كان ختام فعاليات مهرجان مصر الدولي الأول للقفز الحر بالمظلات، واللي بدأ يوم 23 وانتهى النهاردة. حوالي 19 دولة مشاركة في هذا المهرجان، بيشارك من خلال 19 دولة دول 60 لاعب. عن أهمية مثل هذه المهرجانات والمحافل اللي بتقام وإزاي نقدر أننا يعني ندعم مصر من الوجهة السياحية، هيكون كلامنا النهاردة مع دكتور مجدي سليم وكيل وزارة السياحة السابق. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. يعني السياحة في مصر كانت من ضمن أهم موارد الدخل القومي في فترة من الفترات، وإحنا عندنا ثلث آثار العالم، عندنا كتير جدا من الآثار اللي يمكن الناس لما بتيجي من بره تتفرج عليها بتتوهم بيها. عندنا كمان احنا مجموعة من الأفكار اللي يمكن لو نفذت على أرض الواقع تدعم بشكل كبير السياحة. بصفة حضرتك خبير في الموضوع ده، أهمية أن يكون عندنا مهرجانات، أهمية أننا نشارك في مؤتمرات دولية أو زي مثلا ما شاركنا في المونديال عشان نروج لمصر داخليا وخارجيا. يعني أنا في البداية أنا بشكر حضرتك على المقدمة، وعاوز يعني أذكر الناس بمقولة مهمة جدا، لأن حضرتك تحدثتي عن أهمية السياحة ك ناف رافد جيد للدخل في مصر طبعا. هنا وصل انه يكون على قمة الصناعات اللي بتدخل لمصر دخل. السياحة هي قاطرة التنمية الاقتصادية، يعني ده مقولة أطلقها الدكتور ممدوح البلتاجي في بداية النهضة السياحية اللي حصلت عندنا، ودي حقيقة، لأن السياحة فعلا بالقطع واحدة من أهم الروافد التي تدر دخلا على الوطن أو على مصر. يعني هي الصناعة التي تضخ عدد كبير أو من فرص العمل في السوق، فإذا هي قاطرة التنمية. طبعا احنا في سبيل ان احنا دولة نتقدم، ناخد وضعنا الطبيعي زي ما حضرتك اشرتي ان احنا عندنا مقومات سياحية فريدة مش موجودة في اي حتة في العالم، فيجب ان نتبنى استراتيجيات صحيحة، استراتيجيات تخلي هناك صورة ذهنية لمصر في الخارج تدفع الناس على زيادة الطلب على مصر. في طلب على مصر، لكن أنا برضو عاوز يعني أركز في أن الحملات الدعائية اللي بتتعمل بشكل جيد في الخارج دائما العائد بتاعها بيبقى زيادة في التدفقات السياحية للدولة. فبالقطع طبعا احنا يجب ان نتبنى هذه الاستراتيجيات، من ضمنها حضرتك الحدث اللي بتتكلم عليه، حدث مهرجان القفز الحر بالمظلات في منطقة الأهرامات. احنا شايفين ان دول العالم المتقدم سياحيا بتعتمد اساسا على عناصر اجندة سياحية سنوية، بيبقى كم هائل من المهرجانات بتتم. فاحنا عندنا مدركين هذا الامر تماما، واحنا كان عندنا كم
معقول نسبيا من المهرجانات بتحصل في مصر، اللي دايما بنذكر المشاهد ان هي ثلاث انواع: مهرجانات سياحية، مهرجانات ثقافية، ومهرجانات رياضية. السياحية كلنا ممكن عارفينها، يعني في هناك العديد من المهرجانات اللي كانت بتتعمل في مدن زي الأقصر، زي ما بنقول مثلا مهرجان الكباش، المهرجان الأوبت، مهرجانات سياحية كتير قوي، زي مثلا تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، ده مهرجان سياحي. المهرجانات الثقافية وما أكثرها عندنا في مصر، وإحنا مصر يعني زاخرة وفي زخم شديد قوي للمهرجانات الثقافية اللي بتتم في مصر، ومن ضمنها عاوز أقول مثلا مهرجان السينما الدولي، مهرجان السينما الأفريقية، مهرجان السينما الأوروبية. يعني المهرجانات الفنية دي بتدخل في إطار المهرجانات الثقافية. نيجي بقى المهرجانات الهامة جدا اللي هي المهرجانات الرياضية. يعني كل الأحداث الرياضية دايما الأنظار في العالم بتتجه إليها. يعني أما نيجي نتكلم على مهرجان قفز، 19 دولة تلاقي حضرتك اشتركت فيها، كام قافز اشترك فيه؟ عدد دين كبير. عدد كبير. إذن استغلال المهرجانات ده استغلال جيد، العائد بتاعه دايما تضفقات سياحية. ازاي استغله استغلال جيد؟ يعني هل بس يعني ألقي الضوء عليه من خلال الإعلام ولا في وسائل تانية؟ دي نلقي عليه الضوء. ثانيا الاتحادات بتاعت اللعبة دي لازم تتكلم مع الاتحادات اللي في العالم بحاله، تذيع، تقول ايه الامكانيات الموجودة عندنا، القفز هيتم فين. انا متأكد ان نص اللي جايين دول او اكتر اما عرفوا ان القفز هيبقى في منطقة سفح الهرم جم. الهرم عجيبة من عجائب الدنيا السبعة، وانا هقفز عند الهرم، ده نشان ليا. بس انا خليني يعني اكون صريحه مع حضرتك، احنا بنفتخر جدا باثارنا وبنفتخر جدا بتاريخنا، وطول الوقت احنا حتى واحنا في المحافل الدوليه زي مثلا المصريين في المونديال كانوا بيفتخروا جدا وهم لابسين اللبس الفرعوني وعاملين المكياج الفرعوني، يعني احنا بنفتخر بهويتنا الفرعونيه. لكن عندنا مجموعة من الأخطاء الكتير قوي اللي بتدار بها هذه منظومة السياحة في مصر. يعني مثلا نلاقي منطقة الأهرامات دي كتير جدا فيها مشاكل من الناس اللي بيديروا هذه المنطقة، من الناس اللي بتشتغل فيها بشكل غير رسمي، من تعامل اللي بيسوق الحنطور واللي بيبيع مية واللي بيبيع، التعامل نفسه فيه ما فيهوش أي نوع من أنواع الرقي، ما فيهوش تنظيم، كله بيخضع لفكرة الفردية، أنا وحظي وهنزل وأشوف وأخد فلوس. ويمكن حتى مش بس الأجانب اللي بيشتكوا من التعامل دي، لكن كمان المصريين، يعني يعتبر هناك في نوع من أنواع فرض الإتاوات بمبالغ كبيرة، لو عايز أركب حنطور، لو عايز أشتري حاجة، من أول ما بدخل المنطقة لحد ما بوصل للهرم. الصورة الذهنية دي بالرغم من انه الهرم ده منطقة رائعة وانا رايح علشان اتفرج، لكن اكيد هخرج بنقطة سودة هي طريقة تعامل المصريين معايا هناك. يعني للمرة التانية بشكر سيادتك لان حضرتك بتشيري الى موضوع مهم جدا. احنا على بعد اسبوع مضى بس كان هناك حدث كبير قوي، كان في مؤتمر صحفي بيجمع وزيرة السياحة مع وزير الآثار مع وزيرة الاستثمار مع محافظ الجيزة عشان الإعلان عن بداية قرب بداية المرحلة الأولى من المتحف الكبير. ومع ذلك أنا مش متصور أن وزير الداخلية إزاي ما يكونش معاهم في مؤتمر زي ده، إزاي ما ينبش حتى هو مشغول وعنده اشغالياته كتيره قوي، ليه ما حد من وزاره الداخليه مساعد وزير الداخليه يكون في المؤتمر ده لتصحيح حاجات كتيره، اشياء كتيره قوي اللي حضرتك بتقول عليه ان المشاكل اللي موجوده من البني ادمين في المنطقه دي، ازاي هيامنوا المنطقه دي بشكل جيد، ازاي هيامنوا الترافيك، المرور اللي هيوصل ان السايح من اللي جاي من نص البلد عشان يروح المتحف الكبير ومنطقه الهرم.
ازاي؟ فطبعا بالقطع طبعا احنا عندنا مشاكل كتيره قوي، عندنا مشاكل كانت تفاقمت حدتها في الفتره اللي هي ما بين 2011 لغايه دلوقتي، ان المجموعه احنا بنسمي الناس اللي في المنطقه دي دايما في ليهم اسم كده الخيراتيه متعارف عليه. الاسم دول ناس بيسيئوا، بيدوا انطباع سيء جدا عن البلد، كلنا بنعرف، واحنا دايما كنا بنهرج على نفسينا في الحكايه، مش عارف يطلع السايح الجمل بيقول لك مثلا ب $10 وعشان ينزله يقول له انا عاوز 100. لا يعني التجارب السلبيه كتيره جدا فعلا، حتى الاصدقاء مصريين لما بيروحوا عايزين يفرجوا ولادهم على الهرم خرجوا بتجربه سلبيه جدا. يعني لازم ايجاد الحلول، لازم هناك يبقى في ردع حقيقي حتى نستطيع ان يعني بعد ما المنطقة دي زادت أهميتها بالمتحف الكبير، المتحف اللي هيبقى وجهة حضاري عالمي عندنا، لازم يبقى هناك يعني صرامة في ان احنا نطبق القانون وننفذه ونضرب على يد المهدر لحقنا في المنطقة دي. احنا عندنا كمان يعني مشروع كبير في الفترة اللي جاية، كان في يمكن عندنا كمان من كام يوم وفد ايطالي لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة، المشروع الكبير اللي بتتبناه الدولة علشان يكون يعني قبلة الحج المصرية، يعني زي ما في حج في السعودية وفي الأراضي المقدسة في فلسطين، كمان يبقى في قبلة حج في مصر هي أماكن اللي زارتها العائلة المقدسة. هل إحنا عندنا رؤية واضحة علشان المسار ده يكون مسار يروج ليه بشكل عالمي، ولا إحنا هنتعامل معاه على إنها أماكن مقدسة لكن ما فيش خطة بتربط هذه الأماكن ببعضها، ما فيش جداول للرحلات، ما فيش مثلا الخدمات اللي بتبقى بجانب أي مكان سياحي، يعني مفروض إنه يكون في مثلا مستشفى، الفنادق اللي هي بتاعة اليوم الواحد بالضبط، البنية اللي تساعد على إنه المكان ده يبقى يعني مكان سياحي بكل الخدمات. والله أنا عاوز يعني أأكد قدام حضرتك، أنا على مدى السنين الطويلة أو اللي اشتغلت في وزارة السياحة فيها لن تغيب عننا رحلة العائلة المقدسة وفكرتها وإن إحنا إزاي ننميها ونطورها في مصر. بس إحنا يعني للأسف إن التخطيط والاستراتيجيات وتنفيذ الخطط وكان سعد بيه بيتكلم فيها في الفقرة اللي قبل كده على طول، احنا ينقصنا فيها الكثير. رحلة العائلة المقدسة لن تتوقف يوم واحد على مدى سنين طويلة قوي، وهناك العديد من الشركات اللي تنظم هذه الرحلة، وهناك العديد من المناطق اللي بيتم زيارتها زي مثلا وادي النطرون، زي دير المحرق في اسيوط، في كل المحافظات تقريبا في اماكن، احنا يعني عندنا 22 نقطة بالزبط. تقريبا او 24 نقطة لرحلة العائلة المقدسة، ينقصنا فيها الكثير اللي هو في البنية الأساسية المطلوبة، زي ما حضرتك قلتي فين الفنادق اللي بتبقى في المناطق دي، فين المسارات بتاعت الطرق اللي تودي ليها، فين الأسواق الراقية اللي تبقى في المناطق ده اللي تجذب السائح، السائح مش جاي يزور مزار سياحي وبس، ويتوقف عايز يشتري هدايا عاوز يعمل كل حاجة فبالقطع طبعا احنا لن تغيب عندنا، لكن احنا عن مشكلتنا ان لما نتكلم على 24 نقطة في مسار العائلة المقدسة بنتكلم على 7 منهم اللي يصلحوا مش بكفاءة عالية للزيارة. وعايزين نضع في اعتبارنا كمان انه هنلاقي نسبه كبيره من اللي جايين يزوروا الاماكن دي كبار في السن، وده منطقي جدا لانه هم بيعتبروها اماكن حج. انا ممكن ادي طبعا وده نمط مهم. ليه؟ لان احنا في الوقت بتاعتنا لازم نركز على النمط ده، لان مفيش واحد جاي عشان سياحه دينيه وعشان يحج زي ما حضرتك بتقولي وهيبقى متخوف من امن وامان
ومتخوف من صورة ذهنية واخدينها عن مصر ان فيها مشاكل. لا، ده واحد رايح لمقدس ديني، فرايح يعني رايح زي واحد رايح عشان يتعالج. ما هو انا لو ما تعالجتش في المكان ده انا هموت، فيعني كده كده لازم اروح. فطبعا بالقطع انا كنت بقول لحضرتك ان انا هدي مثل على بني مزار على جبل الطير في المنيا. في المنيا المركب في اللونج كروز اما بتيجي تتوقف هناك عشان رحله العائله المقدسه، بتقف عند مرسى مواتي، بتمشي الناس 35 كيلو، منهم مناطق مش على رجليهم بالحافلات، منهم مناطق وعره. فده بيقلقهم. حين لو ان المراكب دي عملنا مرسى قريب تحت جبل الطير على طول يبقى افضل، وطلعنا الناس لان هو جبل، وطلعنا الناس باسانسيرات تهيئ للناس الوصول ليها بسهوله، يبقى مركب على الزيارة على طول. طب ليه ده ما بيحصلش؟ ليه؟ ما هو ده السؤال، ليه؟ ومعروف والحلول موجودة، وهيئة التنمية السياحية عاملة الحلول ده هي. ليه لم يتم؟ ده مكان من ضمن أماكن كتير. فأنا مثلا بتكلم على الحملة الدعائية اللي اتعملت لمصر في المونديال في روسيا، عشان كنت اقدر اتكلم بقلب على مثلا مصر والامكانيات اللي فيها ورحله العائله، لان رحله العائله المقدسه مش ايطاليا فقط، ده الروس طبعا ما يعني كل شيء جاذب بالنسبه لها، ده للروس بالذات شيء جاذب بالنسبه لهم رهيب طبعًا. رحله نفس المقدسة الطائفه هناك في روسيا. ومع ذلك انا اما اروح في المونديال الدعاية بتاعتي كانت لازم تبقى موجهة لهذا النمط الفريد ده، هو بصرف فلوس، التقارير بتقول او اللي ما نشر بيقول ان اتصرف 7 مليون دولار على الحملة اللي اتعملت في المونديال ده، وكانوا الناس بتهرج على بالدعابة كده ان الهيئة بتدفع 7 مليون دولار عشان تروج لمصر، وان التليفونات والانترنت في الهيئة متوقف عشان فواتير 20,000 جنيه لم تسدد، كانوا بيقولوها في الخبر يعني. فبقول لحضرتك يعني مضحكات المبكيات يعني لا طبعا احنا عندنا مشاكل في الاستراتيجية، مشاكل في التخطيط والمتابعة، مشاكل يجب ان نعي. طيب واحنا بنتكلم على مشروع زي مسار رحله العائله المقدسه، واحنا بنتكلم عن عوده للسياحه الروسيه، واحنا بنتكلم عن محاوله ل يعني جذب العديد من الافواج السياحيه، مش بس من الدول اللي اعتادت انها تيجي مصر، لكن بتدور على اسواق جديده واعداد كتيره من السياح من جنسيات مختلفه، عشان ما يبقاش تركيزنا على دوله واحده، عشان ما يحصلش زي ما حصل بعد حادثة الطائرة الروسية. ده بيتطلب مننا ايه؟ هل بيتطلب مننا اننا نشترك في اسواق عالمية بخطط معينة؟ هل بيتطلب مننا اننا ما نكلمش نفسنا، نتكلم مع الاخر في الخارج؟ هل الخارجية المصرية ليها دور في الموضوع ده؟ مطلوب مننا ايه؟ حضرتك لمستي نقطة مهمة قوي، ان احنا عمالين نتباكى على السوق الروسي. هو الحقيقة هي مشكلة، لأن 3 مليون طبعا عدد كبير ضربنا في مقتل يعني تحققوا لكن مش هو ده اللي هيموت السياحة عندنا، مش هو ده اللي هيخلينا ننتظر هذا السوق أن يعود وفقط وما نعملش حاجة تانية خالص، لأننا ما كانش عندنا غير. احنا عندنا مناطق واعدة كثيرة في مصر، دول واعدة كثيرة في مصر، نتحدث عن دول أمريكا اللاتينية، نتحدث عن الدول العربية، بس مش الدول العربية التقليدية اللي احنا دايما نقول الخليج السعودية، لا احنا ممكن نتكلم على دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، ولغاية دلوقتي عندهم مشاكل في الحصول على التأشيرات لمصر. هنا العراق عندنا دول أفريقيا الجنوبية، أفريقيا السوداء،
فين احنا من يعني لسه كنا بنتكلم على تجمع الساحل والصحراء اللي هي دول شمال افريقيا مع جنوب الصحراء اللي هي جنوب الدول الجنوب الافريقيه يعني فاحنا عندنا تجمع على مستوى اقتصادي وامني لكن ما فيهوش فكر للترويج لمستوى سياحي يعني دول اسيا الهند والصين قد ايه احنا بنشتغل على الدول دي وهي واحده بالنسبه لنا قد ايه احنا بنشتغل على انماط زي ما حضرتك بتقولي نمط السياحه العلاجيه نمط السياحه الدينيه رحله العائله المقدسه لكن خلينا نكون واضحين انه السياحه الترفيهيه هي اللي ليها النسبه الاكبر يعني هي السياحه الترفيهيه والشاطئيه هي اللي ليها النسبه الاكبر ده مش عيب يعني دي مش حاجه تضايقنا بالعكس ترند يعني. ترند في العالم بحاله لكن برضه لازم ما نستبعدش انفسنا من الخطا اللي وقعنا فيه الجسيم ان احنا فكرنا في ده واهملنا سينا الباقيين بالظبط السياحه الثقافيه بتاعتنا بالظبط يعني احنا محتاجين استراتيجيه واضحه محتاجين اليات لتفعيل الاستراتيجيه على ارض الواقع محتاجين ان يكون في متابعه ومحتاجين كمان اننا نفكر نغير طريقه تفكيرنا يعني طبعا. ما نخاطبش طبعا. انفسنا في ناس كتير قوي فاكره انه العالم كله يعرف الاثار المصريه هو الحقيقه انه في الدول المقربه لينا تعرف الاثار المصريه لكن في دول كتيره جدا ما تسمعش عنا وما تعرفش يعني ايه حضاره فرعونيه ولا تعرف يعني ايه اثار مصريه قديمه ما تعرفش يعني الموضوع بعيد عنهم او بعيد عن اذهانهم ايه المانع اننا نخبط عليهم ونقول لهم احنا مين صح هو ده اللي انا بقوله لحضرتك ان هناك الكثير من الدول التي يجب ان نصل اليها وان الدول دي على فكره في طلب سياحي فيها كبير قوي يعني لو حضرتك فكرتي في الدول بتاعت روسيا اللي انفصلت دول الاتحاد السوفيتي القديم شوفي قد ايه الدول دي عندها ولع ان هم يجوا مصر عندنا هنا بس قبل ما نعمل ده يجب ان احنا نحل مشاكلنا في مشاكل السلوكيات بالزبط. مشاكل البيئه دي محتاجه تتحل قبل اي شيء اشكرك جزيلا دكتور مجدي سليم وكيل وزاره السياحه السابق نورتنا شكرا جزيلا يا فندم مشاهدينا بشكركم جدا على متابعه حلقه النهارده وبكره ان شاء الله حلقه جديده في النور صباح على خير الحقيقة تبان